أنا قلقان ومش مطمن. إيه الحوسة اللي أنا فيها دي بس يا ربي؟ موضوع عليش في البيت ده مش مطمني. وبعدين أنا هولد ولد ولا بنت هعرف إمتى بس يا ربي؟ الواد ده ممكن يعلم العيال دي حاجات غلط، ده لبسه لوحده كارثة. أنا كمان عايزة أعرف هجيب لبس البيبي بمبة ولا لبني؟ واحنا ليلتنا بيضة ولا حاجة؟ أيوه برافو عليك يا لولو، تاهت ولقيناها. أنا هجيب لبس البيبي أبيض، كده ينفع لو البيبي ولد أو بنت. وأنا في إيه وأنت في إيه؟ أنا بتكلم على الزفت ليش ده؟ ممكن يقعد مع العيال ويعلمهم حاجات غلط. خلاص يا علي، لو قلقان منه مشيه واقعد أنت بيه. لا أنا كفاية خدت أجازة من الشغل النهاردة، لازم أرجع الشغل بكرة. يعني إيه يا علي؟ أنا كمان تعبانة حامل وبتوحم، وبعد كده مفيش غير أمك. أنت هتكملي ولا دي شتيمة؟ لا يا علي طبعا مش شتيمة، بس بعد كده مفيش غير سيادة، أمك هي اللي تقعد معاهم، وأنا بقى مش هرضى بكده أبدا. ليه؟ هو إيه اللي ليه يا علي؟ بصراحة كده مامتك بتقعد مع العيال وتلعب معاهم كوتشينة، يعني عيالك لما يكبروا شوية هيطلعوا أمرتجية. أنت بتغلطي في أمي يا أنجي؟ لا مش بغلط في أمك، بس بصراحة كده أنا أعرف إن الجدة تقعد مع الولاد تلعب بيانو، تحكي لهم حواديت، تغني لهم، مش لعبهم كوتشينة. يعني هو أبوك يعني اللي بيقعد معهم يلعب بيانو ولا بيلعب؟ يا سلام، عشان مشغول يا علي. مشغول بإيه؟ بيظبط أمك. تاني بتغلطي في أمي يا أنجي؟ يعني إيه بيظبط أمي يعني؟ يعني بيظبطها في الكوتشينة، كل يوم بيغلبها. أيوة كده، قولي جملة صح. أنا أمي ست شريفة، يظبطها في الكوتشينة مش إشكال. بقول لك ايه يا علي، اسمع كلامي، والله ما فيش غير ان عليش يفضل. ايوه بس يعني ما فيش بس يا علي، ما فيش بس. لعلمك عليش ده بريء، نسمه ملاك بيرفرف، والله صدقني انا خايفه عليه من العيل. ده عيل زباله مش قوي يعني. شيكو بيلو.